السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا بيبحث منين نجيب مولد كهرباء يقدر ينور المنزل بالكامل، ونقدر نشغل التلفزيون كمان والريسيفر على المحرك الصغير اللي قدامنا ده، محرك كهرباء دي سي، ولكن هينتج كهرباء دلوقتي نشغل التلفزيون ونشغل الإنارة اللي قدامنا. أنا عايز أقولك إن اللمبة دي لوحدها 200 واط، دي لوحدها 200 واط أهي، تمام، 200 واط، لمبة 200 واط، يعني دي كفيلة لوحدها تنور منزل. يعني ده لو قدر ينور دي لوحدها، يبقى إذا لو جبت لمبات زي كده موفرة هينور المنزل بالكامل. دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا كمان هنشغل عليه التلفزيون والريسيفر، كمان بيشتغل عن تجربة بجودة محترمة وكفاءة محترمة. أنا هنا مجمع الكل مع بعض، وهاجي أثبتهم هنا في الخارج بتاع المحرك، وهنبدأ نلف المحرك ده علشان نقدر نختبر هل هو قادر على إنارة المنزل بالكامل أم لا. أنا بقول لك هينور لك المنزل بالكامل وبكفاءة وبجودة محترمة وثبات كمان في الفولتية، ولكن باستثناء طبعا الثلاجات والحاجات اللي هي إيه الأحمال الكبيرة، ولكن تجربة هينور المنزل الإنارة كاملة، والتلفزيون والشاشة كمان يقدر يشغلهم لك بدون أي معاناة وبدون أي مشاكل. أنا علشان أجرب لازم أشوف أي حاجة أو أي وسيلة أقدر ألف لك بيها المحرك، ولكن حضرتك تقدر توظفه في أي مشروع أنت حابب تشتغل عليه. يعني لو على سيارة هيلف معاك وهيشحن البطاريات وهتعمل منه أي مشروع أنت حابب تعمله. ده بالنسبة لتوظيفه في أي مجال يخص حضرتك، ده شيء خاص بيك أنت شخصيا، تقدر توظفه في أي مجال أنت محتاج. ولكن أنا وظيفتي أن أجربه لك انه بينتج كهرباء ام لا، فانا هجيب محرك تاني الفه بحيث اعمل تجربة لحضرتك. يعني انا بس مجرد اني بجرب لحضرتك انه هينتج الكهرباء بكفاءة ام لا. هثبت بقى دي كده اهو سريعا، وهنجيب محرك تاني يلفه مجرد ان احنا نجرب، لان احنا مش وظفناه طبعا في طواحين الهواء، تقدر انت توظفه وانت مطمن لان كفاءته عالية جدا. طبعا كده ثبتنا بالشكل اللي قدامكم ده، ادي اللمبات واصله اهي كلهم واصلين على المحرك، علشان محدش يقول انت جايب كابل من اي مكان. انا لو فكيت اللمبات دي كده خالص اهي، واكتفيت باللمبه ال 200 واط هنجرب عليها الاول اهي، وهنجرب بقيه اللمبات باذن الله. هنبدا نشغل، ركز في الاضاءه بتاعه اللمبه، هتشوف هتشتغل بكفاءه عامله ازاي. نقول بسم الله، حاجة قيمة للغاية، إضاءة يعني الفولت محترم، وتلاحظ كمان الثبات في الإضاءة، يعني المولد ده كفاءة عالية جدا ومفيش أي سخونية نهائي. وهنبدأ نركب بقية اللمبات أهي، هنجرب أدي تاني لمبة وهنجرب الكل مع بعضه بإذن الله، ولكن واحدة واحدة علشان تبقى عارف إن بس كفاية اللمبة ال 200 واط دي كفيلة تنور منزل. هنجرب كده بسم الله، وهنجرب برضو التلفزيون كده زي ما انتم شايفين. طب نجرب الباقيين اهو، بسم الله ما شاء الله. نجرب كمان، بسم الله ما شاء الله، حاجة غاية الروعة وغاية الجمال والثبات. زي ما انتم شايفين مولد كفاءة عالية جدا، الثبات طبعا فيه الإنارة حاجة قيمة للغاية ما شاء الله. نفصل بقى ثواني كده. ده بالنسبة للإضاءة، يعني اللمبة دي لوحدها كفيلة تنور أكتر من 20 لمبة، لأن دي 9 واط ودي 200 واط، فأنت يعني تحسبها كده هتلاقي إن دي ممكن تنور أكتر من 20 لمبة لوحدها. فلكن أنا بجرب علشان كل اخواتنا يبقوا عارفين ان احنا بنجرب على اللمبه دي، لان اللمبه دي اكبر لمبه بتستهلك في الاناره. خلاص انا كده بقى عايز اجرب التلفزيون والريسيفر برضو على نفس الجهاز علشان نثبت الكفاءه العاليه، نوصل السلوك بتاعته سريع. ادي ده كابل التلفزيون، وهنجيب الريسيفر كمان نوصله معاه. هنوصل بقى مشترك علشان نوصل كابل الريسيفر ونوصل كابل التلفزيون. نفصل بقى كده علشان تبان الصورة معانا.
ادي اطراف الخارج من المولد، وادي طبعا هنشيل بقى دول كده على جنب، هنوصل كده ادي الريسيفر وكمان كابل التلفزيون. تمام، نبدأ نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نرفع الكاميرا فوق كده علشان تجيب لنا التلفزيون. التلفزيون، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نشغل. ركز معايا كويس، اللمبة نورت اهي وهيبدأ التلفزيون يشتغل. طيب بسم الله ما شاء الله، حاجة قيمة للغاية. أنا مشفرة طب كويس علشان حدود الطبع والنشر. التلفزيون شغال، نقلب نجيب أي قناة تانية. حاجة ممتاز، الريموت شغال وكل حاجة شغالة اهي. أنا مش عايز أشغل أي قناة عليها حقوق طبع ونشر، فبالتالي تعمل لنا مشكلة في القناة. كل حاجة شغالة، كفاءة محترمة، جودة ممتازة جدا. طيب نجرب معاه إنارة كمان. ما شاء الله ثلاث لمبات كمان نوروا معاه. الذبذبه اللي موجوده في الصوره بتاعت التلفزيون دي بسبب الكاميرا فقط لا غير، ولكن في الحقيقه الصوره ثابته. حاجه اسطوره بصراحه، قيم للغايه، جوده محترمه. نفصل بقى كده. زي ما انتم شايفين حاجه في غايه الروعه والجمال. الفولت ثابت، مفيش أي ذبذبة، ما بيطلعش مثلا وبينخفض. نقيس برضو مع بعض الفولت سريعا. هنبدأ نقيس سريعا الفولت أهو. بسم الله ما شاء الله، نقول بسم الله، نثبت كده أطراف الآفو ونركز في الآفو كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، نشغل نشوف كام فولت خارج. بسم الله ما شاء الله، 226 فولت. انا بس ايدي بتتحرك من المشترك. ما شاء الله 235 فولت كمان، حاجة قيمة للغاية وثبات في الفولت زي ما انتم شايفين. ما شاء الله حاجة قيمة زي ما انتم شايفين، الفولت ثابت عامل ازاي. اذا ده نقدر نوظفه في اي مشروع. حد هيقول الكهرباء اللي خارجة 220 فولت كهرباء دي سي مش اي سي؟ نعم، كهرباء اللي خارجة دي سي، ولكن اذا الكهرباء اللي خارجة تساوت مع الكهرباء الاي سي هتشغل اي حاجة بتشتغل بالاي سي. يعني تلفزيون شغال ب 220 اي سي هيشتغل طالما ان ال 220 الدي سي وصلوا لنفس الفولتيه بالظبط. انا في الفيديو ده عايز اوصل لك معلومه ان الجهاز ده نقدر نوظفه في مشاريع جميله جدا. هنتظر التعليق بتاع حضرتك، نقدر نشغله بايه، نقدر نلفه بايه، نقدر نوصله على سياره كهربائيه مثلا يشحن بطاريات لوحده بعيد عن منظومه السياره، نقدر نعمل منه مشاريع جميله للغايه. هنتظر راي اخواتنا وافكاركم وابداعاتكم معانا في التعليقات، وياريت اكون قدرت اوصل لك معلومة وان كانت بسيطة. المحرك التاني ده برضو شغال بنفس الكفاءة ونفس القدرة، بيشتغل بيخرج كهرباء ما شاء الله برضو جميلة للغاية. ده محركات الكهرباء اللي هي الدي سي اللي موجودة في السير بتاع الالعاب الرياضية. في اخر الفيديو بقول لك ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان تدعمنا بلايك وتشرفنا بالاشتراك، وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.